الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وبرهان ذلك إنكار الله عز وجل في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسرها السلف بقولهم: أي أنهم يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المسخر للسماوات والأرض والمحيي والمميت، ثم يعبدون غيره. فمن أقر بأن الله عز وجل هو الواحد في ربوبيته فالواجب عليه لزاما أن يقر تبعا أنه الواحد في ألوهيته، ومن فرق بينهما فقد فرق بين أمرين متلازمين. فإذا سألت هؤلاء الكفار: من الذي خلقكم؟ فإنهم يقولون الله. من الذي رزقكم؟ يقولون الله. من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ يقولون الله. ثم إذا قلت لهم: ومن تعبدون؟ قالوا: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا تناقض عجيب. ولذلك قرر أهل السنة هذه القاعدة ليبينوا بها أن كل من أقر بربوبيته عز وجل ووحده في مقتضياتها فالواجب عليه لزاما أن يقر مباشرة بألوهيته ويوحده بمقتضياتها، والله أعلم.